أكد الفريق القانوني لجنوب افريقيا أن الاحتلال الاسرائيلي غير متوازن ولم يقدم اي ادلة تنفي الاتهامات الموجهه اليه كما اشار الفريق القانوني الى ان محكمه العدل الدوليه اقيمت على اساس قانون منع الاباده الجماعيه وعليها اتخاذ اجراءات لوقف العدوان على غزه من جهته اكد وزير العدل في جنوب افريقيا رونالد لامولا ان اسرائيل اخفقت في الرد على ما تقدموا به مؤكدا انهم متمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدموها جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه في سابقه تاريخيه اسرائيل امام محكمه العدل الدوليه ففي خضم احتدام العدوان على غزه تقدمت جنوب افريقيا بشكوى تقع في 84 صفحه امام المحكمه تتهم فيها اسرائيل بارتكاب اعمال اباده جماعيه في غزه مرافعه تاريخيه قادتها جنوب افريقيا صاحبه الادعاء خلال جلسه الاستماع حيث حثت القضاه على اصدار امر عاجل لاسرائيل بتعليق فوري للعدوان الوحشي على قطاع غزه بعد ان استعرضت انتهاكاتها ضد الشعب الاعزل بالادله والبراهين مستدله الى نصوص القوانين الدوليه ومراهنه على ضمير الانسانيه. في السادس من اكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزه على الاقل قامت اسرائيل بالسيطره من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتيه والدخول والخروج من غزه ممنوع بشكل كبير حيث ان اسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطره بشكل كبير وذلك على ارض غزه اسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت ال... تحت ال... استعمار من قبل اسرائيل ونقوم بادانه استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينيه الاخرى لا يوجد اي هجوم بغض النظر حتى واذا كان الهجوم الذي ادى الى فضائع لا يعد مبررا او دفاعا لان نصل الى خرق هذه الاتفاقيه الفريق القانوني لجنوب افريقيا ابى ان يحصر الممارسات الاسرائيليه في فعلتها الاخيره فقط، بل اصر على استعراض الوجه القبيح للاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948، محملا المجتمع الدولي مسؤوليه فشله في منع الاباده الجماعيه في غزه، ولانها لم تكن عشوائيه، فقد اكد فريق الادعاء ان افعال اسرائيل خلال العدوان كانت بقصد وعن عمد بغيه تحقيق هدفها في الاباده الجماعيه مشيرا الى التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل ولان الصوره ابلغ دليل استعرض الفريق مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزه بالدمار وبعيدا عن مطالب الادانه والاخضاع للعقوبات يبقى الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها هو وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة أن القتل الجماعي التي ترتكبه إسرائيل غير آمن على مدني غزة فالآن 23 و وستين شهيدا فلسطينيا وقعوا جراء القصف والهجمات الإسرائيلية على غزة في 97 يوما و70% من هذا الرقم نساء وأطفال وهناك سبعة آلاف فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام ويفترض أنهم قد ماتوا إلى ذلك تبقى آمال العالم معلقة بكلمة قد تنقذ الإنسانية وتعيد الحقوق لشعب تعرض لكل فنون الانتهاكات منذ خمسه وسبعين عاما